أهلا بكم. قبل أن ننتقل إلى اقترانات أخرى، دعونا أيضا نأخذ المشتقة الجزئية لاقتراننا هنا f ل x y، أو المشتقة الجزئية ل z بالنسبة ل y. إذا دعونا نقوم به. إذا المشتقة الجزئية ل z بالنسبة ل y بالنسبة ل y حسناً، الآن نقول كم تتغير z بالنسبة ل y بحيث أن x هي ثابت. إذن هذه x تربيع نتعامل معها كثابت الآن. إذن المشتقة للثابت بالنسبة ل y هي صفر، إذن تجاهل هذا. والآن هذه العبارة xy، الطريقة التي نقوم بها الآن هي y هي متغير، x هي ثابت. إذن ما هي المشتقة؟ لا أعلم، 5y بالنسبة ل y. حسناً، إنها 5. إذن المشتقة ل xy بالنسبة ل y هي فقط x. وما هي المشتقة ل y تربيع بالنسبة ل y؟ حسناً، هي فقط 2y. إذن نستطيع أن نرى هو متماثل نوعاً ما. المشتقة الجزئية ل z بالنسبة ل x هي 2x زائد y. المشتقة الجزئية ل z بالنسبة ل y هي x زائد 2y، لأن هذه المعادلة هي متماثلة نوعا ما. ال x وال y تعطينا نفس الشيء. والآن اخترنا النقطة x تساوي فاصلة 2 بالعشرة، y تساوي فاصلة 3 بالعشرة. حقيقة دعوني أمحو هذا لأنني اخترت نقطة أخرى مختلفة حيث رسمت فقط لأحفظ الوقت. إذن لا أعتقد أن علي أن أتضمن هذا بعد الآن. إذن ماذا فعلت؟ اخترت النقطة x تساوي فاصلة 3 بالعشرة. x تساوي فاصلة 3 بالعشرة و y تساوي فاصلة 3 بالعشرة. وعندما x تساوي فاصلة 3 بالعشرة y تساوي فاصلة 3 بالعشرة، ماذا تساوي z؟ دعونا نرى. فاصلة 3 بالعشرة تربيع تساوي فاصلة 9%، إذا هذه z تساوي 27%. فقط تعوض فاصلة 3 بالعشرة ل x و y، z تساوي 27%. إذا ما هي المشتقة الجزئية ل z بالنسبة ل x عند هذه النقطة؟ أو تكتب f تحتها x عند النقطة y. y تساوي 3 بالعشرة و x تساوي 3 بالعشرة، وهو يساوي، أوجدناه. دعونا نرى، 2 ضرب 3 بالعشرة يساوي 6 بالعشرة، زائد 3 بالعشرة والذي يساوي 9 بالعشرة. إذن الميل بالاتجاه السيني x عند هذه النقطة هو 9 بالعشرة. وإذا أخذنا المشتقة الجزئية بالنسبة ل y عند نفس النقطة، فاصلة 3 بالعشرة زائد فاصلة 6 بالعشرة يساوي فاصلة 9 بالعشرة. دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نتصور هذا. دعونا نتقدم في الرسم. إذن هذا هو، هذا المظهر الخارجي مرة أخرى، هو المظهر الخارجي ل z يساوي x تربيع زائد xy زائد y تربيع. وهذا الصندوق هو نوع من المجال. والأبعاد السينية والصادية قمت بتحديدها في الواقع لأنها بدأت بالتزايد سريعا، ولن نكون قادرين أن نرى كل هذه الأشياء المهمة التي تحدث بشكل قريب، لكن هذا ما فعلته. إذن هذا الخط العمودي، أنا فقط أردت أن أوضح لك أنه عندما y تساوي 3 بالعشرة و x تساوي 3 بالعشرة، z تساوي 7 بالعشرة. وبهذا إنه فقط نوع من المساعدة أن أوضح لك هذا. حسناً، هذا يبين النقطة حيث نحن نعمل معها، ومن ثم هذان الخطان. هذا إذا فكرت به هو الخط حيث y هي ثابت، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الميل عند z أو التغير، السطح الخارجي
بالنسبة لي إكس عند هذه النقطة، هذا هو خط المماس بالنسبة لي إكس. إذن ستكون قادرا على عرضه إذا اعتبرت واي ثابت، هنا خط المماس عند هذه النقطة، وإذا اعتبرنا أن إكس ثابت، هنا خط المماس عند هذه النقطة. وكما قلنا في الفيديو الأخير، أنت تستطيع حقيقة أن تملك عدد لا نهائي من خطوط المماس، عليك أن تختار الاتجاه حيث تريد تذهب على المستوى السيني والصادي إكس واي، ومن ثم ستمثل خط المماس. ولهذا السبب نحن قمنا بالمشتقات الجزئية لنبدأ معها. حقيقة هذا جميل نوعا ما، نستطيع حقيقة أن نأخذ، نستطيع أن نكبر هذا. مزيدا من التكبير، أريد أن نكبر في الجزء الذي يهمنا، دعوني أنقل هذا. إذن هذا هو الجزء الذي يهمنا، والآن دعوني أديره. إذن تستطيع حقيقة أن تديره. إذن هذا هو المماس، هذا يوضح أن المشتقة الجزئية للاقتران بالنسبة لواي الميل هو 9 بالعشرة، وهذا الخط يبين أن المشتقة الجزئية للميل أو المشتقة الجزئية للاقتران، آسفة، المشتقة الجزئية لزد أو المشتقة الجزئية للاقتران بالنسبة لإكس هي 9 بالعشرة عند هذه النقطة. عند النقطة واي تساوي -0.3، إكس تساوي -0.3، أليس كذلك؟ زد تساوي 27%. ونستطيع أن نديره فقط لنصل إلى بديهية أكبر. أعتقد الأشياء المرسومة تبدو قليلا ممتعة بعض الوقت، لكن ترى أن كلا هذان الخطان هم مماس عند هذه النقطة، وفي الحقيقة خطان يحددان مستوى، والمستوى المحدد بهذان الخطان أو أي خطان مماس لهذه النقطة يحدد مستوى المماس للشكل الخارجي. إذن السطح الخارجي لديه فقط مستوى مماس واحد، لكن خلال مستوى المماس هناك عدد لا نهائي من خطوط المماس. حسناً، على أي حال هذه هي المتعة مع الرسم. الآن دعونا نخوض خلال مجموعة من مسائل الاشتقاق الجزئي، وبهذا تصل لاستخدام الرياضيات له. سوف أحذف هذه. دعونا نقوم بشيء الذي ربما سيسبب بعض الإرباك، انظر كيف سنقوم بذلك. دعونا نقول أن f الإكس واي، وسأقتصر على 3 أبعاد على الرغم من أننا نستطيع أن نقوم به أكثر. دعونا نقول هو x جيب x جيب تمام y، إذن x جيب x جيب تمام y. إذن دعونا نأخذ المشتقة الجزئية ل f بالنسبة ل x، هذا ما زال يمثل اقتران ل xy. إذن نحن نتعامل مع y كثابت، إذن جيب تمام الثابت هذا سيكون ثابت. إذن نستطيع تقريبا أن نتجاهل هذا، يمكننا أن نضع هذا إلى الأمام، يمكننا القول أنه سيكون جيب تمام y ضرب المشتقة لهذا بالنسبة ل x. إذن يمكننا القول جيب تمام y هو مجرد عدد، هذا جيب تمام y يمكن أن يكون لا أعلم 5 أو باي أو أي شيء آخر، جيب تمام y. ومن ثم لأنه عندما تأخذ المشتقة الثابت يخرج من المشتقة، ومن ثم سنأخذ المشتقة ل x، المشتقة للعبارة الأولى بالنسبة ل x، حسنا هذا فقط 1 ضرب العبارة الثانية، إذن جيب ال x، أنا فقط أقوم بقانون الضرب هنا، زائد المشتقة للعبارة الثانية والتي هي جيب تمام الإكس،
جيد تمام. الإكس هي المشتقة للعبارة الثانية، ضرب العبارة الأولى ضرب إكس. إذا أردنا أن نوسع هذا كله، المشتقة الجزئية لإف بالنسبة لإكس هذا هو الاقتران لإكس واي، وهو يساوي جيب الإكس جيب الإكس جيب تمام الواي جيب تمام الواي زائد، دعونا نضع هذه الإكس إلى الأمام، فقط غيرنا الترتيب، إذن زائد إكس جيب تمام الإكس جيب تمام الواي. ليس صعب جدا، علينا أن ندرك أن أي شيء مع واي هو ثابت. حسنا، دعونا نأخذ المشتقة الجزئية الآن بالاتجاه الصادي. كم سيتغير إف بالاتجاه الصادي واي إذا اعتبرنا إكس هي الثابت؟ إذن المشتقة الجزئية لإف بالنسبة لواي لا يزال الاقتران لإكس واي، المشتقة بهذا الاتجاه هو الاقتران لإكس واي. إذن الآن إكس هي الثابت. حقيقة هذا سهل، كل هذا إكس جيب الإكس، إذن إكس رقم ما، هذا فقط ثابت، إذن نستطيع أن نكتبه إلى الأمام، إذن هذا فقط إكس جيب الإكس. أنا أعلم أن هذا صعب عليك استخدامه، إكس جيب الإكس والذي هو رقم ثابت لأننا استخدمنا كثيرا المشتقة بالنسبة لإكس، وهذا هو أصعب جزء من القيام بهذه المشتقة الجزئية، لكن على أي حال هذا فقط عبارة ثابتة. والآن فقط سنأخذ المشتقة بالنسبة لواي، المشتقة لجيب تمام الواي بالنسبة لواي هي سالب جيب الواي، سأكتب هذا باللون الأصفر سالب جيب الواي، أنا فقط أريد أن أضع السالب للأمام، سالب جيب الواي. هنا لديك، دعونا نقوم بواحد آخر، وحقيقة سأضيف المزيد من المتغيرات. دعونا نقول لا أعلم، إذن ستصل إلى استخدام الترميزات المختلفة، x تساوي a تربيع ضرب لا أعلم، ضرب b تكعيب ضرب C للقوة 1 تقسيم 2. الآن ما هي المشتقة الجزئية لX؟ بالنسبة لA حسناً، أي شيء آخر هو ثابت؟ ما هي المشتقة الجزئية لA تربيع بالنسبة لA؟ حسناً هي 2a، إذن هي ستكون فقط 2a ضرب الثابت ضرب b تكعيب ضرب c للقوة 1 تقسيم 2. أستطيع حقيقة أن أتخلص من الأقواس هنا. ما هي المشتقة الجزئية بالنسبة ل b؟ ما هي المشتقة الجزئية بالنسبة ل b؟ آسفة، ما هي المشتقة الجزئية ل x بالنسبة ل b؟ حسناً، الآن A تربيع و C للقوة 1 تقسيم 2 هم فقط ثوابت، نستطيع أن نكتب هذا A تربيع C للقوة 1 تقسيم 2، والآن نأخذ المشتقة بالنسبة ل B، حسناً هي 3B تربيع ضرب 3B تربيع، إذا أردت فقط أن أعيد ترتيب هذا والتي هي 3A تربيع B تربيع سي للقوة 1 تقسيم 2،
ليس صعب جدا، أنت فقط عليك أن تحفظ في عقلك ما هو الثابت وما هو المتغير، ومن ثم في النهاية المشتقة الجزئية لـ x بالنسبة لـ c a تربيع ب تكعيب، هذان الاثنان ثوابت، a تربيع ب تكعيب ضرب المشتقة لهم بالنسبة لـ c A تربيع ب تكعيب ضرب 1 تقسيم 2 C للقوة ناقص 1 تقسيم 2، أو نستطيع إعادة كتابة هذا كـ A تربيع ب تكعيب تقسيم 2 الجذر التربيعي لـ C. هذا فقط قليلاً من الحل الجبري. على أي حال سأراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.